بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقر كيمياء عضوية واحد وسنمر إذا إلى الجزء السادس من المحور السادس حيث سنتابع شرح أهم التفاعلات الكيميائية للألكينات وسنمر إذا إلى تفاعل أكسدة الرابطة الثنائية باستعمال برمجانات البوتاسيوم بتركيز ضعيف وفي درجة حرارية طبيعية حيث سنلاحظ أنه خلال هذا التفاعل يتم تكوين وسيط حلقي يتحلل هذا الوسيط يعني بسهولة ويؤدي إلى إعطاء سيس ديول سيس ديول إذا OH كما تلاحظون توجد في نفس المستوى وتسمى سيس ديول إذا سنشرح هذا التفاعل يعني خلال عملية اقتراب البرمونجانات البوتاسيوم إذا من الرابطة الثنائية سيؤدي إذا كما تلاحظون إلى تحركات إلكترونية بهذا الشكل ويؤدي إلى تكوين إذا الحلقة كما تلاحظون هنا، ثم فيما بعد يعني عملية التحلل بوجود إذا مركب الماء هنا سيؤدي إذا إلى كسر إذا هذه الروابط من هنا ومن هنا ويؤدي بالتالي إلى تكوين سيس ديول كما تلاحظون. اما اذا كان لدينا اذا برمونات بوتاسيوم بتركيز قوي ووسط حمضي وكذلك درجه حراريه مرتفعه فان ذلك سيؤدي الى انشقاق تاكسدي ويتمثل هنا في كسر الرابطه الثنائيه تماما بين الكربون والكربون هنا ويؤدي بالتالي الى دمج هنا عنصر اكسجين من هنا واكسجين من هنا فبالتالي نتحصل اذا على هذا الجزيء وهذا الجزيء من خلال اذا قيام اذا أو, او تشكيل اذا الكربونيل والكربونيل على كل جزيء إذا مع اختلاف تركيبته فإن التفاعل يعطي إذا من خلال يعني اختلاف في تركيبة الرابطة أو الألكين فإن عملية التأكسد هنا ستعطينا إذا تعطينا إمكانيتين الإمكانية الأولى اثنين من الكيتونات وذلك إذا كان الألكين هنا يحمل أربعة مستبدلات كما تلاحظون حيث اذا عمليه كسر هذه الرابطه الثنائيه تماما وتكوين اذا الكاربونيل هنا والكاربونيل هنا كما تلاحظون اذا تعطينا اذا الكيتونات هذا كيتون وهذا كيتون متمثل اذا في الاسيتون والاسيتون اما اذا كان الالكين يحمل هنا مستبدل وهيدروجين فان تفاعل اذا الانشقاق التاكسدي او تفاعل كسر الرابطه الثنائيه تماما هنا ودمج عنصر الاكسجين يعني لتكوين الكربونين من هذا الجانب وكربونين من هذا الجانب. فان هذا الشكل يسمى الدييد كما تلاحظون سي اي يتميز بسهوله تاكسده خلال وجود هذا الوسط. هذا الوسط المتمثل اذا في البرمجينات البوتاسيوم اذا شديد التركيز. فبالتالي اذا الالدييد لن يتوقف اذا في هذه الحاله وانما سيتأكسد بسهولة ونتحصل بالتالي على الحمض الكربوكسيلي من خلال استبدال H بـ إذا كما تلاحظون فإن هذا التفاعل إذا يعطينا في نهاية الأمر أسيتون أو كيتون وحمض كربوكسيلي مكان الألديد الذي كما قلنا يتأكسد بسهولة ولا يبقى إذا في هذا الشكل.